السلام عليكم. أهلا الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب تفضل يا ديم. آسف أستاذ، ما كنت منتبه. أوكي، إن شاء الله اليوم راح نفوت بالدرس الثاني. متوازي الأضلاع، أوكي متوازي. أوكي، أهلا أهلا يا رشا. طيب حد عنده سؤال يا شباب قبل ما نبلش؟ درس اليوم إن شاء الله نفوت بالدرس الثاني، متوازي الأضلاع اللي هو بصفحة 77. حد عنده سؤال قبل ما نبلش؟ تفضل يا يوسف. أستاذ لو سمحت، سؤال شو سؤالك؟ بدرس حل نظام من المعادلتين الخطيتان بالحذف. بالحذف. طيب ماشي، بناخذ سؤال الحذف. ماشي ثواني، أي صفحة؟ صفحة 57 صفحة 7.50 أوكي هون، أتحقق من فهمي. أي واحدة فيهم؟ اثنين اثنين. هون طيب، أول شيء بدك تضرب واحدة منهم بإشي، يعني كيف؟ نحاول نضرب هاي بثلاثة، ماشي؟ هاي وقديش اللي تحت؟ باثنين، ماشي يا يوسف؟ طيب ماشي. تيجي نظبط المعادلة. ثواني، ليش الخط العريض؟ أوكي نور. ماشي، ثلاثة ضرب ثلاثة بيطلع قديش؟ 9x، صح؟ وهون بيطلع 6y، وهون بتطلع 3 ضرب هاي قديش؟ 18 48. طب هون بتعطي قديش؟ 12x تعطيني ناقص 6y، وهون بتعطيني هاي 2 سالب 24. ماشي، هذول بيشطبوا ببعض. هون قديش بيطلع معك الجواب؟ 21، صح؟ x يساوي 24 بيطلع. هسه اتوقع اني بحط تقسيم على 21. تقسيم 21 على الجهتين وبطلع معك ايش؟ 24 او 21. شكرا ماشي استاذ. اوكي، اهلا. وما ما تنساش بس تفصل اكس ترجع تحط في واي، ممكن؟ استاذ شكرا. ماشي اهلا. طيب تفضل يا رنيم. تفضل يا رنيم. مرحبا استاذ. اهلا. أستاذ ممكن تحلل لي أتحقق من فهمي؟ أي صفحة؟ 59 الأولى. أي واحدة؟ الأولى الأولى. طيب مستعمل الحذف، ماشي؟ ماشي. طيب نيجي نضرب هاي ضرب سالب واحد، أو نضرب اللي تحتها بسالب واحد، أريح لنا. بدي أضرب اللي تحت بسالب واحد، ماشي؟ طيب اللي فوق راح أضرب زي ما هي، راح أضرب 2x زائد 5y تساوي 16. وضربها هاي بسالب، بصير سالب 2x سالب 3y سالب 18. ماشي؟ هذول ايش؟ ضروب، صح؟ طيب 5y ناقص 3y قديش؟ 2y. 2 16 ناقص 2 سالب 2. تقسيم 2 تقسيم 2، ماشي؟ شطبناهم y تساوي سالب 1. كويس لو ما شاء الله عليك يا رشا، مبارك. اوكي ماشي ماشي، هسه بخليك تسال يا رند، وما تنسيش تحسب اكس يا رنيم. اكس بترجع بتعوض بواحده منهم، يا بالاولى يا بالثانيه، مشان طلع اكس. ماشي طيب اوكي، تفضل يا رند.
استاذ هسه انت صح تبعث لينك الحصه على الواتس؟ والله انا ما بعرف، انا مش المسؤول عن فتح الحصه من الواتس. ما فتح الحصه من الواتس، فوتنا صف تاسع، صار لي ثابة حاول يعني، لازم ابكر من هيك. بعثوا لك صف تاسع وانت صف ثامن صح؟ اه بعثوا لي صف تاسع. يكون معناته هو في خطا، ابعثي ارجع ابعثي رقم الواتس انه انا صف ثامن، مشان يعد بكون الدبلومات مسجلين انت صف تاسع، مشان هيك ببعثوا لك اياه. تمام استاذ. استاذ يمكن تحلي لي مساله صفحه 75 سؤال 4؟ ثواني شوي. 75؟ اه طيب سؤال قديش؟ سؤال 4. سؤال 4 ماشي، بس وين راح القلم المكتوب؟ ثواني. نمسح. ضيعت القلم. اوكي ثواني شوي بس. اوكي سؤال 4 صح؟ ما شاء الله عليك يا زلمة مبارك. وين رحت؟ رند سؤال 4 ولا ايش حكيتي؟ سؤال 4. سؤال 4 هسه بين هاي الزاوية يا رند وهاي الزاوية شو العلاقة بيناتهم؟ زوايا ايش هذول؟ متقابل. لا هذول متبادلة خارجية. اه متبادلة خارجية. معناته ايش؟ متساويات صح؟ معناته 3x ناقص 33 تساوي 2x زائد قديش؟ زائد 26. تمام؟ نخلص من 2x ناقص 2x ناقص 2x بتروح 3x ناقص 2x قديش بيطلع x؟ ناقص 33 يساوي قديش؟ 26. يعني نكمل زائد 33 زائد 33 بتروح x تساوي اوكي 9 وقديش؟ 59 صح؟ هاي استاذ. استاذ؟ تمام. شكرا استاذ، انا جتني بالامتحان وتعقدت فيها، جبت الاستاذ هاي اللي عليها علامتين، جبت علامه، جبت عليها علامه ونص من علامتين. ايوه 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 صح. تفضل يا ديما. ايوب شو الحصة من 4 ل 5؟ كيف يعني من 4 ل 5؟ مش فاهم عليك. أستاذ ممكن ترجع تعيد لأني أنا مش فاهمها. هاي المسألة؟ هاي بأي درس؟ بس بدي أتأكد مشان بلاش تكون بشيء إحنا ما أخذناه، ولا إحنا أخذناها هاي؟ أخذناها أوكي. ماشي. أخذناها. طيب. شوفي. شو العلاقة بين هاي الزاوية وهاي الزاوية المعطينية؟ مش هيك؟ مش هيك في خطين متوازيات، في خط قاطع، هاي مع هاي. شو رأ... لا العكس على كاستم. اوكي اخ كيف بيمسحها؟ ماشي فينا خطين متوازيات صح، فينا قاطع هون. بس شو العلاقه بين هاي الزاويه مع هاي الزاويه؟ واحد كثير بعيده من هون مع واحد كثير بعيده من الجهه الثانيه صح؟ حكينا هاي ايش زاويتين شو مالهم؟ وين راحت هذول؟ ايش سميناهم؟ زاويتين متبادلتين ايش؟ خارجيا. ماشي. طيب معناته شو معناته؟ هذول راح يكونوا ايش لهم؟ نفس القياس. تمام. فمعناته 3x ناقص 33 بدها تساوي 2x زائد 26. فحطيت 3x ناقص 33 تساوي 2x زائد 26، صارت معادله بدها حل. ماشي. نخلص من 2x ناقص 2x ناقص 2x على الجهتين بروحوا. 3x ناقص 2x قديش؟ x ناقص 33 تساوي قديش؟ 26. يلا كنا نخلص من ناقص 33 زائد 33 زائد 33 بروحه، وجمعت هذول مع بعض طلعت 59. وصلت؟ اهلا. طيب طيب يا نبأ تفضلي يا نبأ. شباب معلش خلص ينزل ايده، نعطي مجال لغيرنا. تفضلي يا نبأ. يلا نبأ. متى نبلش بالوحدة؟ شوي بس. أي وحدة؟ الوحدة السابعة الدرس الأول. طب بس نخلص هاي الوحدة بالأول، يعني احنا شايف بنحاول نمشي بالمادة. طيب ماشي. أوكي. تفضلي يا إيمان. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك.
أستاذ حسن مبارح مبارح نازلة على اليوتيوب؟ مبارح لا لسه الأول مبارح حسن لسه ما نزلت. تمام ماشي ماشي. طيب يا شباب الصوت عم يروح. أوكي مش عارف صوت يرى بروح ولا شو أشي القصة ولا ما نعرف. تفضل يا مين إيمان مين راح يروح. أوكي طيب ماشي يا شباب نبلش اليوم بدرس جديد اللي هو الدرس الثاني. ننزل 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 هيك اللي هو متوازي إيش الأضلاع. ماشي أوكي نسكر هاي نرجع للبورد. طيب نبلش بدرس متوازي الأضلاع ونشوف النظريات اللي فيه. ماشي عندنا النظرية الأولى حابين أشرح لكم على الكتاب يمكن نريح النظرية بدل ما ظلنا نكتب هون. خلينا نشرح على الكتاب النظرية. طيب ننزل طيب يجون طيب عندنا أول شيء بدنا نعرف شو معنى متوازي الأضلاع. ماشي متوازي الأضلاع يا شباب هو شكل رباعي. ماشي خلينا أول شيء نفهم يعني شو معنى متوازي الأضلاع قبل ما نبلش. متوازي الأضلاع هو شكل رباعي. ماشي فيه كل ضلعين متقابلين ومتوازيين. كيف يعني بحكي لك مثلا فرضا عندنا شكل رباعي هذا كل ضلعين قبال بعض لهم نفس القياس يعني هاي وهاي زي بعض وهاي وهاي يعني مثلا هاي 10 سنتي هاي 10 سنتي هاي مثلا 7 سنتي هاي قديش اللي قبالها 7 سنتي. ماشي بكونوا ايش يعني متقابلين متوازيين ومتوازيين. شو معنى متوازيين؟ يعني هاي توازي هاي وهذا الضلع بوازي الضلع. ماشي طيب اوكي نيجي نشوف النظريه هسه. اوكي شو يا رند ايش سؤالك؟ اه يا رند استاذ هسه هذا الدرس انه المس قالت لنا انه عندنا كوز على يوم الخميس. طيب استاذ في خطوه هم مش فاهمها اللي هو اللهم صل وسلم شو الدرس اتحقق من فيه مثل حتى من يوصل هذا راح تجيبه قالت لنا مش فاهم. ماشي 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 يا رند خلينا نشرح الدرس وبس نصل وبعدها بشرح لك اياه. تمام استاذ. طيب يا شباب اول شيء شوف النظريه الاولى. ماشي نظرية الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع. ماشي بقول لك إذا كان الشكل الرباعي متوازي الأضلاع فإن الأضلاع متطابقة. ما أنا قبل شو حكيت لكم يعني QR تكون إيش نفس إيش PS وال يعني هاي اللي مموجة تكون زي هاي اللي مموجة. ماشي وهاي اللي عليها شحطات بدها تكون إيش زي اللي إيش اللي عليها شحطات نفس القياس يعني مثلا هاي 20 سنتي هاي 20 سنتي هاي مثلا هاي 6. ماشي هاي يقول سهلة النظرية سهلة. طيب نظرية الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع كل زاويتين قبال بعض إنهم نفس القياس يعني مثلا هاي 60 هاي 60 ماشي هاي 70 هاي 70 واللي عكس بعض برضو زي بعض يعني مثلا الكيو زفت نفس إيش أس يعني مثلا حكيت لك هاي 110 هاي 110 حكيت لك هاي مثلا 130 هاي قديش 130. ماشي هاي اسمها نظرية الزوايا المتقابلة. هاي شو اسمها نظرية الأضلاع المتقابلة يعني الموضوع كثير سهل. أضلاع متقابلة كل زاويتين قبال بعض زي بعض نظرية الزوايا المتقابلة كل زاويتين قبال بعض زي بعض. خلينا نشوف مثال كيف ممكن يجي عليه. طيب نيجي ننزل شوي. طيب نيجي السؤال الأول بقول لك أوجد قيمة X وY في الشكل إيش المجاور. هذا أول شيء إيش بدك تفهم الشكل هذا لما يكتب لك إياه بالطريقة هاي ويحط لك عليه هذول المتوازيات إنه كل الضلعين قبال بعض متوازيات بنفهم إنه إيش الشباب ثاني شوي بس اعذروني. ديما مال صوتي مش واضح شباب ولا مين؟ آية ديما تفضلي. استاذ صوتك كثير بقطع. طيب هسه بشوف بحكي لي اذا بعد المال بالسماعة بركب. استاذ صوتك بيروح وبيجي. ماشي ماشي هسه بحط السماعة. غريب غريب المشكلة بس عندك يعني بكون بشرح لك قبل شوي لصف ثاني بكون ما فيش مشكلة. هيك احسن؟ هاي ديما احسن. طيب ماشي طيب شباب لو سمحت انك ما بتطفي المايك.
ما هو ما اذا بدك تحكي بدون اذن ما هو العصر سكره. تمام. طيب يا شباب، بما انه كتبوا بالطريقه هاي وكل ضلعين قبال بعض متوازيات، فبنسميه احنا ايش؟ متوازي اضلاع. تمام، نيجي نشوف السؤال. لحتى احسب اول واحد بقول لك اوجد اكس. الاكس عباره عن شو؟ الطول ما بين اف و كي. ماشي، يعني طول اف كي قديش؟ 4 اكس زائد 4. تمام، شو بدها تساوي؟ بدها تساوي اللي قبالها، صح؟ احنا قبل شوي بتذكر النظريه حكينا اذا هذا الضلع بده ايش؟ بيساوي الضلع اللي قباله، بده يساوي ايش؟ ام ال. معناته شو استخدمنا النظريه؟ نظريه ايش؟ الاضلاع ايش؟ متقابله، صح؟ نكمل. شو هي الأفكية؟ عبارة عن X زائد قديش؟ 4. تمام؟ شو هي الأمل؟ قلنا 12. بنحسب ناقص 4 ناقص 4 الجهتين، X تساوي قديش؟ 8. ماشي شباب؟ خلصنا من مين؟ من X ولقيناها. نروح على Y. ركز، الـ Y عبارة عن زاوية. الخمس زائد Y عليها درجات، في الدرجات. هاي عبارة شو عن زاوية؟ خلينا أكبر يمكن اللوح شوي أحسن. الواي عباره شو؟ عباره عن زاويه. ماشي، ها بدها تساوي مين؟ حكينا كل زاويتين متقابلتين نفس القياس. ماشي، يعني هاي شو بدها تكون؟ زي اللي قبالها. تمام، يعني الزاويه لو نريد نحل على جانب راح احكي الزاويه اف بدها تساوي مين؟ الزاويه ايش؟ ال. طب اف عباره عن شو؟ عباره عن 5 زائد واي. تمام، والال عباره عن شو؟ عباره عن 65. من مين بدنا نخلص؟ بدنا نخلص من 5 ناقص 5 ناقص 5. الواي تساوي قديش؟ 60. اوكي، وصلت شباب؟ طيب يا ايهم تفضلي. يا ايهم استاذ. استاذ انا هسه اجيت وما فهمتش ايش شرحته. خلاص راحت عليك. يلا. طيب ماشي، شوفي يا ايهم، حكينا قبل شوي، هسه برجع لك لورا. خلينا نشوف حمزه شو بده. بس دقيقه. يا حمزه تفضل. يا حمزه يا حمزه. طب حمزه ماشي. ايهم حكينا قبل شوي، نيجي هون. ايش ثواني شوي والله. جينا اخذنا نظريتين يا ايهم. النظريه الاولى اسمها ايش؟ نظريه هذا الحل راح يضل ماشي معي. الاضلاع المتقابله. ماشي، شو معنى اضلاع متقابله؟ يعني اذا هذا الضلع هو راح يكون نفس قياس اللي قباله، يعني كيو ار بدها تكون نفسها ايش؟ بي اس. يعني مثلا 10 سم 10 سم، 20 سم 20 سم، ونفس الشيء كيو ار بي بدها تكون نفس قياس ايش؟ ار اس. يعني مثلا 2 سم 2 سم، 3 سم 3 سم. ماشي، طيب هاي ايش اسمها؟ نظريه الاضلاع ايش؟ المتقابله. كويس. طيب يعني النظريه الثانيه اسمها ايش؟ نظريه الزوايا المتقابله. نظريه شو؟ الزوايا المتقابله. هي تحت شو بتقول لك؟ كل زاويتين قبال بعض لهم نفس القياس. يعني هاي اللي كيو بدها تكون زيها زي مين؟ زيها زي الاس. يعني مثلا هاي 110 هاي 110. ماشي، والبي والار برضو لهم ايش؟ نفس القياس. يعني هاي من حكيت لك في 40 هاي قديش بدها تكون؟ 40. ماشي ايهم، هذا اللي حكيناه قبل شوي. أهلا أهلا. طيب ننزل لتحت شوية شوف في أضحك من فهمي في أضحك من فهمي. طيب خلينا نمسح. طيب خلينا نشوف همية بدنا نصيد. طيب غنى، تفضل يا غنى. غنى يلا غنى، بدك تشاركي معي؟ وين نايمة ولا معنا؟ يلا غنى. موجود موجود موجود. كويس. طيب نيجي على تحقق من فهمية غنى. بقول لك بدنا نوجد H و G. تمام، في إيش حابة تبلشي؟ بال H ولا بال G؟ بال H. طيب بال H. ال H بتمثل شو؟ بال إيش اسم هاي؟ الضلع. الضلع هذا ايش اسمه يا غنى؟ الاتش بي وسي. ماشي، بي وسي بدها تساوي اللي قباله، صح يا غنى؟ بدها تساوي مين اللي قبالها؟ شو قبالها؟
A و D. A و D. طيب كويس. ال B C قديش حكينا؟ 16 ناقص H. وال A D قديش طولها؟ H ناقص 5. لا ال A D قديش طولها؟ 7. هي من هون لهون قديش؟ 7 صح؟ طيب يلا ناقص 16 ناقص قديش؟ 16. بتروح 16 ناقص 16. بظل عندي ناقص H تساوي 7 ناقص 16. عددين مختلفين بالإشارة أطرح ثم أضع إشارة إيش الكبير صح؟ لا. طيب يعني 16 ناقص 7 قديش؟ 9 سالب. ليش مش الإشارة الكبير سالب؟ بدنا نخلص من مين؟ هسه من السالب ماشي؟ خلينا نشوف حدا ثاني. طيب وين راح حسن؟ يا حسن يلا استاذ. السالب مع السالب صفي اتش تساوي 9. طيب بقسم على سالب 1 بقسم على سالب 1 السالب مع السالب بروح الاتش بتطلع قديش؟ 9. ماشي. طيب حسبنا الاتش. شكرا لك يا حسن. طيب وين راح حمزه؟ يلا حمزه. ايوه ماشي. هسه بدنا نلاقي الجي. ماشي يلا يا حمزه. طيب يلا شو رايك بالجي؟ كيف بدنا نحسبها؟ الجي عباره عن ايش؟ عن زاويه اسمها ايش؟ ايه اي زاويه ايه بدها تساوي مين اللي قبالها صح؟ سي. الزاويه سي. يلا الاي قديش؟ جي تساوي 5. جي ناقص 5 مش يساوي هاي ناقص 5 تساوي السي قديش؟ 65. 65. يلا كيف بدنا نحلها؟ نط زائد 5. اوكي زائد 5 جي تساوي 70. 70 ممتاز ماشي. اوكي شكرا لك. طيب يا شباب هيك ايش بكون حلينا اول ايش خلصنا اول فكره بالدرس ماشي. خلونا نمسح اذا حدا بياخذ سكرين شوت للحل سريع. طب بس شوي لاني قاعد بكتب. استاذ ما افهم كيف يعني. ماشي يا رشا. رشا اول شيء بدنا نلاقي اضلاع زي بعض ماشي. فنيجي نطلع على هذا الضلع. ثواني خلينا نحط لون ثاني. طيب الضلع اللي اسمه بي سي هاي بالازرق ماشي. قديش طوله هذا يا رشا؟ طوله 16 ناقص اتش تمام. بده يساوي اللي قباله. مين اللي قباله؟ اللي على الجهه الثانيه اللي هو ايش؟ اي دي. فحطيت ايش؟ البي سي تساوي اي دي حسب النظريه. ايش ايش نظريه ايش الاضلاع ايش المتقابله؟ بحكي لك كل ضلعين قبال بعض لهم نفس الطول تمام. فبي سي تساوي ايش؟ الاي دي. طب البي سي قديش؟ 16 ناقص ايش؟ اتش. والاي دي قديش؟ 7 ماشي. بدنا ناخذ 13. 16 ناقص 16 ناقص 16 بتروح ناقص اتش تساوي قديش؟ سالب وين راحت؟ ناقص اتش تساوي قديش؟ قلنا سالب 9 صح. بعدين بناخذ السالب تقسيم سالب 1 تقسيم سالب 1 راحت طلعت الاتش تساوي 9 ماشي. وين ديما؟ ديما ايش مش فاهم بالضبط؟ احكي استاذ. لحد الان انا مش فاهم ولا كلمه لانه احنا بالدرس اللي قبل وانت مسبق درس ثاني مش فاهم ولا كلمه. كيف يعني انا بالدرس مسبق مش فاهم؟ احنا بالدرس المدرسه قصدك؟ طب وين المشكله سبق المدرسه مش فاهم؟ بس إذا ممكن تعيد بس هاي الفهم اللي حليتها. صوتك مش واضح أستاذ. صوتك راح. أنا سوري كنت أقح ونسيت أرجع المايك سوري. أوكي ماشي شباب. قلنا الضلع هذا ماشي بيساوي الضلع اللي قباله حسب نظرية الأضلاع المتقابلة ماشي. استاذ احنا حذفونا الدرس هذا. يا رشا انا ماشي بس في طلاب غيرك ما حذفوا له. طيب اوكي مره ثانيه قلنا الضلع اللي اسمه بي سي يوسف. يوسف بعدين مع العاده هي ضلك تبعث مليون الف مره ماشي بس خلينا في بحلقه ثواني. البي سي بدها تساوي الضلع اللي قباله اللي اسمه ايش؟ اي دي ماشي.
حسب نظرية الأضلاع المتقابل. فكتبت بي سي تساوي إيش؟ إيه دي، تمام؟ طب البي سي قديش؟ 16 ناقص H، كتبت تحتيها 16 ناقص H، والأي دي قديش يا دي؟ دي مكانك؟ آه كانت دي، أوكي، تساوي قديش؟ 7. طب صارت معادلة عادية بدها حل، بس يا ديما يعني اخلص من 16 ناقص 16 على الجهتين بيطلع معي سالب H تساوي سالب 9، نخلص من السالب من الجهتين بيطلع H تساوي 9. خلصنا من النظرية الأولى. في عندنا نظرية ثانية، ماشي؟ النظرية الثانية شو بتحكي لك؟ كل زاويتين متقابلتين زي بعض، يعني لو عندنا هذا متوازي الأضلاع، هاي الزاوية اللي هون بتكون نفس الزاوية اللي هون، والزاوية اللي هون بتكون نفس إيش اللي قبلها، يعني لهم نفس القياس، تمام؟ فبقدر أحكي إنه الزاوية A تساوي الزاوية C. طب الA قديش؟ G ناقص 5، والC قديش؟ 65، زائد 5 زائد 5 على الجهتين راحت إيش؟ 65 زائد 5 بطلع 70، أوكي؟ طيب نشوف إذا حد عنده سؤال. وين راح؟ مين راح إيده؟ آيا رند أستاذ، هسه إحنا من وين جبنا السبعة؟ سبعة مكتوبة هي بالسؤال. أستاذ أوكي، ما كنت شايفة، كنت أنت مغبش عليها بالقلم. أوكي هاي هون. ماشي. أيهم تفضل يا أيهم. لا أستاذ ناس إيدي مرفوعة خلاص. طيب ماشي ماشي شباب، نكمل النظريات. إيش يا يوسف، شو سؤالك؟ وينك؟ وين راح يوسف؟ يوسف تفضل. أستاذ حسبك تسألنا أسئلة ولا لا؟ ما مش عارف، هسه نشوف إذا خلصنا الدرس ولا كيف الوضع. بس بدي سؤال عن المفهوم الأساسي في الزاوية المتحالفة في زاوية في متوازي الأضلاع. ما إيش بدك تسألي يعني ولا شو؟ مش فاهم. نظرية الزاوية المتحالفة في متوازي الأضلاع. حسنا لسه ما شرحتهاش. ماشي. هاي اللي هون تحت. ماشي شباب. نشوف قصة الزوايا ايش المتحالفة. ماشي، بقول لك لو جبت انت متوازي اضلاع مثلا زي هذا، خليني ارسم لك واحد هون فوق مثلا. هذا ايش؟ متوازي اضلاع، صح؟ يعني بعرف انه شكله منغولي شوي، بس يعني طفى نفسه. اوكي نيجي هون. لو جبنا ايش متوازي ايش اضلاع، احكي لك الزوايا المتحالفه. شو معنى متحالفه؟ يعني انه هذا الضلع سوري الزاويه هاي اللي هون شايفينها بالاحمر بدي احطها، وجمعتها مع الزاويه اللي هون بيطلع قياسهم 180. بيطلع قديش قياسهم؟ 180. شباب هاي بتشبه كثير، اخذناها المره الماضيه اذا تتذكروا، ولا فقدت الذاكره. طيب ثواني هسه بذكرك فيها، اللي هي هاي المره الماضيه تذكروا ما اخذنا خطين متوازيات وفي خط قاطع بالنص. حكينا المره الماضيه شباب اذا اخذت الزاويه هاي اللي هون، صح؟ خلينا نحكي مثل زاويه 2 وهاي سميناها 3. اظن شو بتذكروا زي قصه الفريق، حكينا اظن زي بالملعب وهذا خط النص، صح؟ وجايت على نفس الجهه على اليمين على الشمال مثلا. فقلنا بالمره الماضيه الزاويه 2 زائد الزاويه 3 قديش تعطيني؟ 180. هون نفس الشيء، هذول جايت على نفس، خلينا نحكي على نفس الجهه، فريق تقدر تسميهم زوايا متحالفه بنسميهم. ماشي، زوايا مالها متحالفه، معناته هاي الزاويه زائد هاي الزاويه قديش تعطيني؟ 180. ماشي، لو جمعت يعني لو هاي الزاويه 1 وهاي اسمها زاويه 2، زاويه 1 زائد زاويه 2 تعطيني 180. يا اسماء اتفضل. يا اسماء اوكي، ما لحقتش اشرح ايش الرفع، لحقت ترفعوا ايديكم. اوكي تفضل يا رانيا. مش فاهم ليش رافعين ايديكم. يا راني احكي. سامي تفضل. انا مرحبا استاذ. تفضل سامي. استاذ ممكن تعيد اللي حكيته لاني والله ما فهمت. الزوايا متحالفه. اول شيء بيجيك ايش؟ بيجيك ثواني خلينا نمسح ثواني طول بالك. طب ماشي. اوكي بيجيك متوازي اضلاع، تمام؟
أنا هيك شوحت الدنيا لازم أنزله طلع. أوكي خليه يجي هون. بيجيك إيش متوازي أضلع زي هذا. أو خلاص نمسح كل شيء خلاص. هاي متوازي أضلع. كويس. خلينا نسمي خلينا نحكي مثلا هاي زاوية واحد، هاي زاوية اثنين، هاي زاوية ثلاث، هاي زاوية أربعة. شو معنى متوازي أضلع؟ كل الضلع يعني قبال بعض متوازيات وإلهم نفس القياس. تمام؟ طب النظرية الزوايا المتحالف شو بتحكي لك؟ إذا جبت الزاوية ثلاث هاي مين اللي معها بنفس الجهة؟ زاوية اثنين صح؟ وروح جمعتهم يعني زاوية اثنين حكيت زائد زاوية ثلاث قديش بيطلع قياسهم هذول يا سامي؟ 180 ماشي؟ طب مين كمان؟ الأربعة مع مين؟ مع الواحد. يعني لو قلت أنت الزاوية واحد زائد الزاوية أربعة برضو قديش بيعطيك؟ 180. لا رشا هذول مش نفس القياس، الجمع تبعهم 180. يعني كيف يعني الجمع؟ يعني مثلا الزاوية واحد 80 والزاوية أربعة 100، 80 زائد 100 بيعطوني نعم 180، مش نفس القياس. ماشي شباب؟ هذول إذا جمعتهم بيعطوني 180. طب نكمل يا سامي. شو رأيك بأربعة وثلاثة؟ قراب من بعض على نفس الجهة؟ آه يستر. طيب معناته الأربعة ماشي زائد الزاوية ثلاثة برضو قديش بيعطوك؟ 180. يعني تخيلوا هيك المرة هاي الملعب بالنص مكسوم بطريقة هاي يعني هيك. يعني هيك ماشي هاي جهة وهاي جهة. أوكي؟ طيب نكمل. شو رأيك بالزاوية واحد واثنين جاءت على نفس الجهة؟ آه يستر. جمعتهم برضو بيعطوني قديش؟ 180. ماشي؟ فمعناته واحد واثنين بيعطوني مجموعهم 180، أربعة وثلاثة بيعطوني مجموعهم 180، ثلاثة واثنين برضو بيعطوني 180، وأربعة وواحد برضو بيعطوني 180. ماشي؟ مين هاي بتحكي؟ ديما ما بحكي عن واحد زائد أربعة 180، أنا بحكي عن رقم يعني إكس، يعني تخيليها إكس واي، ما يعني مش إنه واحد زائد أربعة، يعني كزاوية، يعني تخيليها إكس زائد واي. طيب حسب تفهمين من خلال مثال يا ديما. نيجي يا شباب نشوف اللي هون. طيب هاي نظرية الزوايا اللي قبل شوي شرحتها، انه مثلا هاي شايف يا ديما اذا ما فهمتي يعني معناتها ايش؟ x زائد y يعطيني قديش؟ 180. يعني هذول لو جمعتهم مع بعض بيعطوني قديش؟ 180. واذا جمعت هذول مع بعض برضو بيعطوني 180. واذا روح جمعت هيك بيعطوني 180، واذا جمعت هيك بيعطوني 180. طيب ماشي. طيب بضل عندنا كمان نظريه اسمها نظريه الزوايا القائمه في متوازي الاضلاع. بقول لك اذا لقيت ايش زاويه واحده قائمه، ها اذا كانت بس لو لقيت حبه واحده قائمه الباقيات ايش؟ قوائم. على السريع راح تعرف انهم ايش قوائم. مره ثانيه شو النظريه بتحكي لك؟ بنعيد. اذا لقيت زاويه واحده قائمه، هاي شايفين هاي بالاحمر حاطينها ايش؟ زاويه قائمه، معناته الباقيات الاربعه لازم يطلعوا ايش؟ برضو ايش؟ قوائم. ماشي نشوف المثال. اوكي ننزل ونشوف المثال. اوكي هون نقراه. بقول لك في الشكل المجاور اذا كان ال ام ان بي متوازي اضلاع، بحكي عن هذا البراني ماشي الكبير البراني متوازي اضلاع، فاجد قياس هاي ها ام معناته القياس الزاويه بي ال ام وينها بي ال ام بده ايه بي ال ام يعني بده هاي كامله. تمام بده هاي ايش كامله. طيب حسب النظريه اللي قبل شوي تعلمناها ايش تذكروا الاضلاع الزوايا المتقابله، نظريه الزوايا المتقابله شو بتحكي لك؟ خليني ارسمه بطريقه ثانيه ثواني شوي. خليني ارسم من هون وش هاي ال وهاي بي وهاي ام وهاي ان. قبل شوي شو حكيت لكم تذكروا؟ حكيت هاي الزاوية اللي هون بدها تساوي أي زاوية؟ هاي اللي هون ال بدها تساوي مين اللي قبالها؟ ان. عشان مش قبال بعض، مش قبل شوي حكينا كل زاويتين متقابلتين لهم نفس القياس صح؟ طيب المشكلة ايش؟ ان مكسومة شايفين؟ لو ترجع للرسمة الأصلية عبارة عن ايش؟ عن يعني قسمينها قسمتين. هاي الكبيرة قديش راح تكون؟ راح تكون عبارة عن ايش؟ 66 زائد 42 لحتى اقدر احسب هاي الحمراء. عباره عن زاويتين صغار، عباره شو عن 66 زائد 42. تمام 66 زائد 42 بيطلع قديش؟ 8 و4 و6 10 108. ما شو هو قياس الزاويه ان؟ 108.
وحسب النظرية الزوايا المتقابلة هذول شو حكينا لازم يكونوا زي بعض، معناته L بدها تطلع قديش؟ 108. وصلت؟ مع الشباب؟ هذا ما فهم كيف طلعتها؟ طيب نكمل للفرع الثاني. أوكي بدنا هسه نلاقي إيش؟ L M N. وين L M N؟ طب ماشي بس أتأكد حدا ما فهم هاي الشباب، دي أمسح مش راح أرجع أكتبها. في حدا عنده سؤال يرفع إيده هسه قبل ما أمسح. يا رند أستاذ أنا ما فهمتها. طيب يا رند إحنا بنعرف شو معنى متوازي أضلاع. متوازي أضلاع كل ثنتين قبال بعض نفس القياس صح، فأنا رحت رسمتهم بدون الخطوط الجوانية. ماشي يا رند، مسكت الرسمة رسمتها بدون خطوط معي. تمام يا رند. طيب احنا شو بنعرف انه L، احنا بنعرف انه L بدها تكون زيها زي الجبال. هل هي زيها زي الان؟ اوكي بدي بعرف انه L بدها تكون زيها زي جبال ان حسب النظريه اللي تعلمناها قبل شوي، انه ايش الزوايا ايش المتقابله. طب شو مشكله ان لما ارجع للرسمه الاصليه؟ ان عباره عن ايش؟ مقسومه من النص صح، عباره عن ايش؟ عن حبتين صغار، عباره عن هاي وعباره عن هاي. معناته شو قديش راح تكون اصليه؟ فهم ذلك كيف؟ عبارة عن مثلا لما يكون انت شغلك قسميتها قسمتين بروح لحتى ارجع للاصل مره بجمعهم صح، فجمعت 66 و42 قديش تطلع؟ 108. هسه انا بعرف انه هاي 108 معناته اللي قبالها قديش راح تطلع؟ برضه 108. وصلت؟ تمام استاذ شكرا كثير. هاي ديما تفضلي. لا خلاص فهمتها. طيب ماشي كنت مش فاهم. ماشي اوكي خلينا نشوف ايش الفرع الثاني عشان بدي اخربش عليها الرسمة. اوكي نقرأ السؤال. شو بده؟ بده الزاوية اللي اسمها L M N. L M N بده ايش؟ هاي الكبيرة برضو بده ايش؟ الكبيرة. ماشي اوكي ارجع. لو بارك ما مسحتش. اوكي ارجع الرسمة اللي قبل شوي هاي بدون الخطوط. ماشي حكي لي هاي P L M وان هو شو بده؟ بده ايش بالاحمر؟ خور راحت هاي. تمام هو بده ايش الحمراء. وقبل شوي احنا قديش حسبنا هاي الان؟ حسبناها قديش؟ قلنا انها 108. تذكر قبل شوي لما جمعنا 66 مع ال 42 طيب طلعت معنا 108. هذول شو جناتهم جنب بعض على نفس الخط صح؟ هذول معناته ايش؟ شو نوعهم؟ متحالفات. تذكر قبل شوي لما حكيت لكم شو معنى متحالفات؟ يعني هاي اذا جمعتها مع هاي قديش بيعطيني؟ 180. بدي اعمل نفس القصه هون. معناته الزاويه ان هي الزاويه ام اذا جمعت لها الزاويه ان قديش لازم يطلع معي الجواب؟ 180. طب ام مجهوله خليها زائد ان حسبناها قبل شو قديش؟ 108 بيطلع 180. اخلص منها ناقص 108 ناقص 108 بتروح تطلع معنا هاي سهم الزاويه ام تطلع 180 ناقص 108 بتطلع قديش هاي؟ 70 72 ماشي بتطلع معناته الزاوية أم قديش؟ 72. وصلتكم هاي؟ في حد عنده سؤال عن التحالف ما فهم كيف صارت؟ هاي إيش تحالف؟ أوكي مين ما فهم قصة التحالف؟ حد عنده سؤال؟ هسه بسأل. طيب ماشي خلينا نمسح نيجي على اللي بعده لتحت. اها يلا هسه راح نسال. اوكي يا ايهم. هاي استاذ بدك تشارك؟ طيب كويس في متبرع يضحي بحاله. طيب ماشي ايهم بقول لك بالشكل المجاور اذا علمت ان جي كي ال ام هذا البراني متوازي اضلاع اوجد اول زاويه انا بساعدك وبحط لك عليها ايش بالاحمر. بده ام جي كي بده ام جي جي كبيره ولا صغيره؟ موجود كبير كبير بده اياها كامله صح؟ طيب حلو شو تتوقع تكون قياسها او بتعرف او احكي شو حكيت بدك تحلها؟ يعني نفس الزاويه اللي بقبالها يعني 30 ولا 70؟ 30 زائد 70. ايوه 30 زائد 70 ممتاز. معناته لو اذا بدك تتخيلها بطريقه ثانيه هاي اللي راح ارسم لك اياها من اول جديد بدون خطوط مقطعه ماشي هاي جي هاي ام هاي كي هاي ال. طب هو ايش بده؟ بده الاحمر من هون. تمام
احنا بنعرف انه هاي الحمراء هي نفسها ايش راح تكون زيها زي اللي قبالها. اللي قبالها اللي هي انقسمت لقسمتين صح؟ إيه؟ طيب يا شكل يعني خلينا نحكي قسمتين اللي هي عباره عن 30 زائد 70 قديش يعني 100 معناته قديش راح تطلع جي ايهم 100 الزاويه نفسها ال ليش حسب نظريه الزوايا المتقابله معناته هاي راح تطلع قديش 100 طيب كثير كويس نقرا ونكمل اول اخر نشوف حد ثاني شكرا لك يا ايهم طيب هات خلينا نشوف مين بده يشارك معنا اوكي اياد الرواح اللي حابب تشارك تفضل اياد بدك تشارك ولا لا طيب ماشي ايمان استاذ بدي احكي لك مش فاهم آه. لا لا جد والله مش فاهم هاي مش اللي هاي اللي وراها اللي وراها شو اللي وراها قبل شوي شرحتها اي بالضبط طب ما هسا طب ماشي اللي هي راح تكون زي ال... لا جدي سيرنت وما انتبهت معك طيب ماشي اوكي انتبه هسا لما حيل هاي الثاني راح تفهمي نفس الفكره اوكي طيب رنيم تفضل يا رنيم يلا يا رنيم راح نسأل يا رشا أسئلة يا رنيم إيش طب ليش رفع إيدك طيب يلا يا لا بدناش بدنا حدا هيك غريب أوكي مريم يا مريم تفضل يا مريم مريم إيش نايمين أنتوا معنا ولا نايمين باللايف والله ما نفهم عنكم طيب طيب يلا يا حسن يلا نكسونا جماعة. طيب يلا بدنا جي كي ال. طب خلينا نمسح هذا. طب بده جي كي ال. إيش كاملة ولا مش كاملة؟ إيه. بده جي كي ال كاملة ولا هيك شيء صغير من هذول؟ لا كاملة. طب كاملة كويس. كيف نحسبها هسه كاملة؟ طيب جي جي كي زائد ال زائد 100 يساوي 180 كي زائد 100 يساوي 180 ممتاز النظريه شو اسمها النظريه اللي استخدمتها اللي هي التحالف التحالف طيب هذول قبل شو تذكرهم جمعناهم طلعوا قديش 100 وهسه حاليا قاعد بيسالني عن ايش عن ايش هاي الحمراء اللي هي كي تمام حسب نظريه التحالف بما انهم جايات من جنب بعض معناته الزاويه كي زائد 100 بدها تساوي قديش 180 180 ناقص 100 ناقص 100 كي تساوي 80 كي تساوي قديش 80 درجه شكرا لك يا حسن عفوا استاذ اوكي ماشي رنيم رنيم انت ما زلت رافع ايدك اوكي تفضل يا رن أستاذ ما كنتش فاهم إيش لأنه النت عندي كان كثير ضعيف يمكن تعيد أوكي ماشي بعيد لك هاي اللي قبل شو حكيتها شوف أول شيء جمعنا الثلاثين مع السبعين فطلعت معي كاملة قال قديش 100 هاي رحت رسمتها بدون خطوط هاي شايفيتها رسمي الفوقانية 30 زائد 70 طلعت معي 100 هاي رسمتها هون أوكي بعدين عاد إيش بده هو بالسؤال حكي لي أوجد جي كي ال وينها جي كي ال حطيتها ايش بالاحمر شايفينها هي جي كي ال بالاحمر جي كي ال هي بالاحمر بما انهم جايات من جنب بعض او يعني على نفس الجهه ماشي ايوب جايات على نفس الجهه معناته بيطلع قديش هذول زوايا متحالفه شو معنى زوايا متحالفه معناته مجموعهم قديش بيطلع 180 ماشي بيطلع مجموعهم 180 فمعناته الزاويه كي زائد 100 بيعطيني 180 طرحت 100 من الجهتين تطلع معي 80 تمام استاذ شكرا اهلا يا حسن لا استاذ انا رفعت ايدي من السؤال الماضي بس عشان هيك اسف اوكي ماشي يا شباب خلونا نمسح وننزل طيب طيب ماشي خلينا ناخذ بريك صلاه ماشي سريع سريع جنيدي هون على الجهه هاي والراحل اوكي خلينا ناخذ بريك 5 دقائق اوكي
استاذ مستح له تخليك 7 دقائق احسن استاذ. يلا هاي ست روحه عشان ما تصلي على السريع استاذ. يلا ماشي دقائق بلحق اصلي الا انا نبلش. يا سيدي ماشي دقيقه وضوء وخمس دقائق صلاه. يلا تمام سلام استاذ. اوكي
طيب يا شباب اوكي تفضل يا حمزة. الله يتقبل منه ونقطة على حدا بعد. تفضل يا يوسف. أستاذ. نعم. ممكن أسأل سؤال بالدرس؟ آه تفضل. بدي من الحياة. شو بدك من الحياة؟ سؤال من الحياة. طيب ما هينا ماشيين بالدروس، هينا ماشيين في محبة حبة، هسأل الله صلاة. خلاص ماشي نكمل يا شباب مسائل. وصلنا هذا مسائل من الحياة ماشي منه مكصال أهل الأمان. أوكي إيش كنت أسألوا ولا إيش مين رفع إيده تحت؟ آه ديما تفضلي. أستاذ إحنا وين وصلنا؟ إحنا وين وصلنا هاي هون بالضبط مش رقم صفحة 80 أتوقع. خلاص طيب شكرا. أهلا ماشي يا شباب اللي خلص ماشي ينزل ايده. وين راح الكلام؟ نكمل مثال من الحياة. بقول لك يبين الشكل المجاور جزء من مصباح مكتب على شكل متوازي اضلاع. طبعا هاي هو راسم لك اياه شايفينه هذا اللي هون اللي هو P Q R S. وتتغير زواياه عند رفعه عند رفعه وخفضه، يعني هذا لما تحركه اللمبه لفوق ولا تحت بتتغير الزوايا. ماشي بقول لك اذا علمت ان الزاويه بي ار اس 100 وينها بي، خليني اكبر ارسم رسمه بشكل اكبر شوي مشان التوضيح. يعني يعني هيك وهيك 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 ماشي صح. كيو ار اس هاي بي. اذا علمت ان الزاويه بي اس ار، بي اس ار 100 هاي حكي لها قديش هاي 100. اوكي شو بده؟ اوكي اوجد. اوكي اوجد كيو كيو ار اس. وينها كيو ار اس؟ خلينا نحط بالو ثاني كيو ار اس اللي هي هاي. تمام. طيب شو بتلاحظ هذول؟ شو العلاقه بين الزوايا؟ هل هذول زوايا متقابله بال بعض؟ لا، يعني الكيو اللي قبلها كانت راح تكون 100، هذول جنب بعض صح. فمعناته راح يكونوا ايش؟ زوايا متحالفه. معناته الزاويه اس زائد الزاوية R قديش راح يعطوني؟ 180. تمام. طيب S قديش؟ 100 زائد الزاوية R تساوي 180. نخلص من 100 ناقص 100 على الجهتين بتروح، معناته الزاوية R قديش راح تطلع؟ 80 درجة. مع الشباب وصلت؟ نعم يا رند. استاذ يمكن تعيد ما فهمتش. ماشي انا رحت رسمت الرسمه بشكل هاي هي بالاحمر، انا رحت رسمتها ورد لفوق شوي. ماشي طيب بالسؤال كان حكي لي اذا علمت ان بي اس ار، هاي بي اس ار هاي اللي هون قديش؟ 100. رحت كتبت فوقها 100 ماشي. بعدين بحكي لك اوجد كيو ار اس. كيو ار اس هاي حطيت عليها بالاحمر. تمام. هسه لو كانوا قبال بعض، يعني لو كانت هاي عكسها على الجهه الثانيه كانت ايش مثلا؟ الكيو كان كتبت عليها 100، هو حكى لي عن الار. ماشي طيب الار قديش؟ العلاقه شو بينهم؟ زوايا متحالفه. ماشي زوايا متحالفه. شو معنى زوايا متحالفه؟ اذا جمعتهم قديش بيطلع؟ 180. اذا جمعتهم قديش بيطلعوا؟ 180. فروح جمعت اس مع ار ولازم يطلع جواب 180، معناته قديش راح تطلع؟ ار 80 بعد ما تحسب ناقص بي ناقص 100 على الجهتين. اوكي شكرا استاذ. تفضل يا حمزه. إيمان مش فاهم شو نطلع قيمة لسه إحنا في تحقيق. أوكي يا حمزة تفضل. أستاذ. نعم. هسه هم يحكوا إنه إذا كان زائد رفعوها انخفضت إنه تكون تتغير. يعني هم يحددوا اي زاويه انها تتغير؟ لا هو ثابت، يعني هي بتتغير الوضع الطبيعي انها تتغير، بس لما مثلا انا وقفت ثبتها هنا ورحت حسبت. فهمت علي كيف؟ شكرا. يعني اكيد صعب تلاقيها اذا بتضلها تتغير، يعني انا بثبت الشغله بعدين بس وبحسب. فهمت علي كيف؟ طيب اوكي. ايه ديما تفضلي.
أستاذ إذا في مجال تعيد لأني أنا مش فاهم. طيب ماشي، مش أنتي شو كنتي مش فاهمة ولا بعدك مش فاهم؟ مش فاهم. لا لا هاي أنا فهمت القبل بس هاي. طيب ماشي، رحت رسمتها لفوق، ماشي الرسمة طلعت له وجهها هون. طيب بعدين قرأت السؤال بقولك إذا علمت أن PSR 100، وينها PSR؟ PSR هايها 100، كتبت عليها قديش؟ 100 تمام؟ طيب وحكى لك أوجد QRS، وين QRS؟ QRS هي حطيت عليها بالأحمر تمام؟ كل علاقة بين S و R هذول مسمين زوايا إيش؟ متحالفة. مالها؟ متحالفة ليش؟ لأنها على نفس الجهة، ماشي جايت على نفس إيش الجهة. شو معنى متحالفة؟ إذا إذا حسبت مجموعهم بيطلع قديش؟ 180، يعني S زائد R بيطلع 180. الأس معروفة 100، حطيت تحتها 100، 100 زائد المجهولة يساوي 180 ناقص 100 على الجهتين بتطلع R 80. اوكي شكرا. يا إيمان إيش سؤالك؟ وينها يا إيمان؟ يا إيمان تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. شو اسمه؟ لحظة لأني عشان يباكي. طيب ماشي يلا. شو اسمه؟ عشان لما رحت أصلي زي تشوشر عقلي، فكرت لساتنا عند أتحقق. أوكي. بس لما تحلو أتحقق الثاني عنده جواب. ماشي طيب يلا. طيب إن شاء الله تكون وصلت الجميع. لا ما نمسحش كل شيء، نمسح بس هيك وهيك. اللي سألني الزوايا بتتغير ولا لا؟ مشان هسه لو نقرأ تحقق من فهمي راح تفهم إنها تتغير. أوكي. نصغر شوي الخط. وهاي ظلت 100، لا ما تغيرت. نقرأ السؤال. مين سألني؟ حمزة ولا مين قبل شوي؟ قال لي الزوايا تتغير. هسا إيش بقول لك؟ غيرنا الزاوية، روحنا إيش حركنا المصباح شوية، ماشي عدلنا المصباح. هسا PSR صارت قديش؟ اللي هي PSR صارت 86 تمام. قال لك أوجد QRS نفس السؤال، خلي إيش الأمر زي ما هي. طيب يلا يا إيمان. شو اسمه؟ أبلش الحل؟ يلا اي عشان دحين معك. يلا تمام. هسه بنحط ام على بي تساوي ار زائد ام على لا شو ار شو في عارفين؟ لا لا لحظه ليش الحل غلط؟ حل هي حل مسألة غلط. طيب ماشي اوكي. بس عادي. هسه هذول الاثنين شو العلاقه بين اس و ار؟ شو العلاقه بين اس و ار يا ايمان؟ دي متحالفه ماشي. فمعناته الزاويه اس زائد الزاويه ار قديش راح يعطوني؟ 180 تمام. طيب الزاويه اس قديش؟ 86 تمام. يلا نفس الطريقة بدنا نخلص منها، ناقص 86 ناقص 86 الزاوية R بتطلع قديش؟ بتطلع 90 94 94 ماشي. يا حمزة تفضل. حمزة ديما تفضلي. أستاذ إذا في مجال صفحة 81 أتحقق من فهمي عندي أحلها. طيب ماشي إن شاء الله. أوكي سلام. نمسح. شو هاي؟ ماشي ننزل لتحت. طيب في أنا نظرية جديدة يا شباب اسمها قطران متوازي الأضلاع. أوبس. أوكي قطران متوازي إيش الأضلاع؟ نشوف شو قصتها. بقول لك لو انت جبت متوازي اضلاع تمام ووصلت من هون لعند الزاويه هاي، وصلت من الزاويه هاي للزاويه هاي، شو بكتشف؟ انهم بنصفوا بعض. كيف يعني بنصفوا بعض؟ يعني هاي ايش وهاي زي بعض. يعني مثلا اذا كانت هاي كانت 10 كبيره كلها، هاي بتصير 5 5 ماشي. او بتقدر تقول انه هاي تساوي التكمله تبعيتها، يعني هاي بتساوي هاي ماشي.
برضو الجهة الثانية برضو بنصفوا بعض تمام؟ كيف يعني لو كانت هاي مثلا 20 سنتيمتر بتصير 10-10 ماشي بتتقطع لانصاص معناته ايش؟ نظرية قطري متوازي الأضلاع ماشي بقولك ايش؟ انهم الأقطار بنصفوا بعض اوكي؟ طيب التشابه هسه خلي شوي خلينا نشرح مبدئيا الأقطار اوكي نشوف عليها مثال نيجي هون اوكي حكي لي انه ايش اوكي اوكي بحكي لك الشكل هذا A B C D متوازي أضلاع اوجد قيمة X واوجد قيمة ايش Y ماشي نيجي نطلع أول شيء X بما أنه حكي لي أنه هذا متوازي أضلاع وهذول أقطار معناته هاي وهاي راح يكون نفس الطول يعني D M بدها تساوي M B يعني هاي بدي أحط عليها شخطة وهاي بدي أحط عليها الشخطة حسب النظرية اللي قبل شوي طيب مرة ثانية حسب النظرية اللي قبل شوي حكيتها الأقطار بيكونوا زي بعض ماشي أنصاف الأقطار يعني هذا نصف القطر يساوي تكملته اللي نصف القطر الآخر ف D M تساوي M B نكمل هاي قديش دي ام حكي لي انها ايش اكس والام بي قديش حكي لي حكي لها انها 2 اكس ناقص 8 تمام نخلص من 2 اكس ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس بتروح من هون اكس ناقص 2 اكس ايش سالب اكس بتساوي سالب 8 تمام يلا بدنا نخلص من السالب تقسيم سالب 1 تقسيم سالب 1 بتروح اكس تساوي قديش 8 طب حسبنا X تذكروا قصة الزوائد أوكي طب في حد عنده سؤال هاي ما فهمش كيف الأنصاف الأقطار يرفع إيده يا حمزة حد عنده سؤال على أنصاف الأقطار هسه من هسه يا إيمان طلع وايد طول مالك طيب ماشي هسه بحكي الفرع الثاني من السؤال بيقول لك أوجد إيش قيمة إيش Y إذا بتتذكروا حكينا إحنا المرة الماضية في عندنا إشي إيش زي Z صح؟ ماشي هذول شو يسمونهم زوايا متبادلة داخلياً أو بالشكل هذا حكينا هاي وهاي يسموهم إيش؟ زوايا متبادلة داخلياً تمام؟ طيب أوكي نيجي نحاول نجيب حرف Z هون خلينا نحط له ثاني أوكي لو جيت رسمت حرف Z زي هيك هيك ونازل مش هذا حرف Z صح؟ معناته الزاوية 44 والزاوية إيش 4y زي بعض تمام معناته بقدر أحكي إنه إيش 4y تساوي 44 كده نحلها تقسيم أربعة الجهتين قديش تطلع الواي تساوي 11 شو استخدمت أنت الزوايا متبادلة داخليا ماشي شو استخدمت أنت أوبس استخدمت زوايا متبادلة إيش داخليا آية حسن تفضل أستاذ أنا ما فهمت الأولى اللي هي x تساوي 2 x ناقص 8 طيب خليك شوي أنا نخلص من هاي هسه شباب حد عنده سؤال ما فهم كيف حليت الزاوية بتحاول تجيب حرف Z ماشي Z طيب بس تجيب حرف Z شو نوع بتكون الزوايا متبادلة إيش داخليا ماشي حاول هاي رسمت حرف Z هاي هيك هيك أوكي طلع عوج أوكي هون طلعت معي 44 وهون طلعت معي قديش 4y معناته 4y تساوي 44 تمام قسمت على 4 على 4 الجهتين طلعت معي قديش الواي تساوي 11 اوكي تفضل يا ايهم اي استاذ تفضل بس الطريقه الثانيه ما اعرف كيف الحل شو الطريقه الثانيه يعني الجهه الثانيه الواي هاي اللي بتسويها تو طيب ماشي بعيد لك اياها بنحاول نرسم حرف زد ماشي هاي زد هيك وهيك وهيك هذا بيشبه حرف زد ولا ما بيشبهه؟ بيشبهه طيب هون قديش 44 درجة وهون قديش 4 واي هذول الزوايا زي بعض ولا مش زي بعض؟ زي بعض زي بعض معناته ال 44 تساوي 4 واي تمام؟ كيف بدك تخلص من 4 تقسيم 4 الجهتين صح؟ تروح واي تساوي قديش 11 وصلت؟ وصلت شكرا استاذ هلا طيب وين راح حسن ولا مين كان معي حسن بالنسبه للنظريه القديمه اوكي النظريه القديمه شو بقول لك انصاف الاقطار ماشي شو معنى انصاف الاقطار انا امسح هون كمان انصاف الاقطار مش بحكي لك جوا بصير في عندك
هيك قطرين، قطر هون، قطر هون، صح؟ يعني هاي زي هاي، وهاي مالها زي هاي، باشي؟ طب هو ايش معطيك؟ هاي اكس، معناته هاي الدي من هون لعند الام، معناته الدي ام بدها تساوي التكمل، تكملتها من ايش؟ من عند ام لعند بي. طب الدي ام قديش؟ اكس. الام بي قديش؟ 2 اكس ناقص 8، تمام؟ بدك تخلص من مين؟ ماشي، اعمل مثلا ناقص اكس اذا حاب، ناقص اكس بتصير، بتروح بتصير 0 تساوي اكس ناقص 8، اخلص من 8 زائد 8 زائد 8 على الجهتين بصير ايش؟ اكس تساوي قديش؟ 8. ممكن يا رشد تلاقيها بطريقه ثانيه اللي هي طريقه الكتاب، بس انا ما بحب هاي طريقه الكتاب وما بستخدمها. طيب يا شباب ان شاء الله تكون وصلتكم. في احد عنده سؤال عن المثال هذا؟ اوكي. مين قال بدها تشارك تحل تدرب وتحقق ما فيه؟ مين؟ انا استاذ. طيب ماشي، يلا تعالي، يلا وين راح منك انا؟ اوكي انا ديما. ايدي هون، هاي ديما، شو رايك؟ ليش احب تبلشي؟ هات هاي رند، تسمح لي اروح اكل؟ اكيد روح تفضل. سأذر أجاوب تحقق من فهمي. لا لا ما هي هديمة موجودة، يلا قرد توكل السار. لا هذيك رمز اللي بدها توكل. تمام سأذر أنا آسف، يلا بعد. طيب يلا هديمة أبلش عادي بإكس اللي بدكي إياه. يلا يلا بلشي، وين رحتي؟ هيني إكس ستة إيه ثواني. يلا مرة ثانية، إيش حكيتي؟ 6x 6x زائد 1 يساوي 4x زائد 9. ماشي يلا. شو النظرية اللي استخدمتيها؟ إيه؟ شو النظرية اللي استخدمتيها؟ إيش؟ نظرية الأقطار صح؟ صح. طيب يلا يلا مين بدنا نخلص؟ من الواحد ناقص واحد. يلا هاي ناقص واحد، هاي ناقص واحد. الواحد مع الواحد تروح. أيوة. ستة إكس تساوي زائد 8. ماشي. على 2. على 2. لا بدك تخلص من 4 إكس. تمام. 4 اكس 4 اكس ماشي. 2 اكس يلا وزائد 8 يساوي 8 على 2 على 2 على 2 على 2 تساوي 4. ممتاز، هاي اكس تساوي ايش؟ 4. طيب شكرا لك. لا خلاص هسه بدي اخلي حدا ثاني. يلا مين بيلاقي واي يرفع ايده؟ بس في واحد حكى بانه بدي حل. لا نسينا حسن طنشي. طيب حسن شارك مشان قبل هيك. اي ايمان تفضلي. لا لا انت كمان شاركتي. ايهم اي ايهم تفضل. ماشي استاذ. هلا ليه؟ طيب مصلحه حلواي. يلا يلا ماشي. هاي هواي هون زاويه. طيب بدك تحاول ايش تجيب حرف ايش؟ البي. الزي. شو البي؟ مع ال شو اسمه ال تطلع إذا الزد قصدي، بس تطلع عسى 8 واي. أوكي 8 واي مع الاثنين والثلاثين. أيوة ممتاز. طب ليش السبب؟ مش إنه هاي شايفين يا شباب إنه بزبط مع زد. أيوة بزبط مع زد، معناته هاي وهاي زي بعض. طيب معناته إيش راح تحكي لي؟ 8 واي تساوي اثنين والثلاثين. ممتاز كمل. تقسيم 8 تقسيم 8 اثنين ثلاثين واي تساوي اثنين ثلاثين تقسيم ثمانية أربعة. أيوة أربعة. بطلع قديش؟ أربعة. وصلت؟ نعم.
طيب اوكي شكرا لك. وين راحت؟ مين كانت السلاف الرافع ايدها ولا مين؟ ايش هذا العربي؟ اوكي استاذ يمكن تعيد. اوكي عيد ايش اي واحده فيهم؟ الاكس استاذ مش الواي. اكس الاكس الاقطار بقول لك انصاف الاقطار بتكون زي بعض ماشي يعني كيف يعني زي بعض يعني هذا المقطع الاولاني. طب خلينا امسح هاي خلني شوي. المقطع الاول اللي هون بدي احط لك كبل اخضر هذا اللي هون ماشي بده يساوي ايش الجهه الثانيه اللي هي من هون اوكي ف 6 اكس زائد 1 تساوي 4 اكس زائد 9 ماشي وصلت ولا لا؟ من بلش نحلها. وصلت استاذ. شو بنبلش نحلها؟ يلا من بدنا نخلص من واحد من جهتين وبضلنا ماشيين خطوه. طيب يا رشا حرف الزد بدنا نلاقي ايش الزوايا ماشي بحاول ارسم عليها ايش حرف زد ماشي. طيب هاي ايش والله قلم الاحمر اوكي بدي احاول اجيب بالزاويتين بحرف زد فهي ايش هذول جايات ايش واقعات على نفس حرف الزد ها يعني لو رسمته على جنب ها هيك 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 وانا قديش عندي 32 وهون قديش عندي 8 واي صح معناته 8 واي تساوي 32 تقسيم 8 تقسيم 8 بتطلع الواي قديش 4 ماشي طيب اهلا اهلا طيب خلونا نكمل نمسح شكرا استاذ اوكي خلصت من هاي بظل بس دقيقه شو افتح الكتاب من جهه ثانيه اوكي بظل علينا الاثبات صح طيب ماشي راح اقرا لك اثبات قراءه مشان مشرحه يعني فيش داعي اكتب شيء مكتوب اصلا طيب في الشكل المجاور بقول لك اذا كان اي بي سي هيو اي بي وسي شايفين هذا الهيك اللي هون ببشر اللي بالمؤشر بقول لك ايش متوازي اضلاع مين كمان متوازي اضلاع بقول لك اي اف اسف اي اي اف جي اللي هو هي اضلاع برضه ايش متوازي اضلاع اثبت ان الزاويه 1 تساوي الزاويه ايش 3 باستخدام البرهان تمام طيب اول شيء ايش انت بتعرف من خصائص اللي تعلمناها اليوم اللي هي اذا مش هذا شو كاين حكي لي خليني اخذ لون طيب هاي بالاحمر شو حكي لي هذا متوازي اضلاع احنا تعلمنا اليوم انه الزاويتين المتقابلتين لهم نفس القياس يعني هاي بالازرق اللي هون بدها تكون نفسها ايش بالازرق اللي هون فهو راح قال انه 1 تساوي ايش الزاويه 2 تمام ليش السبب يعني شو المبررات تاعتك انه حسب نظريه الزوايا المتقابله احنا بنعرف شو معنى زوايا متقابله يعني 1 و2 لهم نفس القياس صح طيب لو تيجي تتفرج على الاخضر بدي ارسم لك واحد ثاني اخضر هون هيك 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 وهيك تمام هسه الزاويه 2 والزاويه ايش 3 برضه راح يكونوا ايش زوايا متقابله شنو ايش في يعني بس واقعات خلينا نحكي على متوازي اضلاع ثاني فالزاويه 2 والزاويه ايش 3 لو تطلع عليهم ايش قبال بعض صح شو معنى قبال بعض انهم نفس القياس تمام شو بتستنتج معناته بما انه هاي زيها يعني زي ما تحكي مثلا بدي اروح من هون لهون بعدين امشي لهون صح هي نفسها يعني مثلا تروح من بيت الى الدكانه صح طيب يا بتروح مثلا بتمر مثلا انت من عند المسجد ماشي فانت صرت بتروح من البيت للمسجد بعدين بتروح الدكانه او بتروح من البيت للدكانه بالنهايه الطريق يعني انت بالنهايه هدفك ايش توصل للدكانه صح فمعناته الواحد زي الاثنين واثنين زي الثلاثه معناته ايش الواحد هي زيها زي ايش الثلاثه اوكي طيب ماشي مين بعث هون بالمسجات صوت راح لا صوتي موجود يا رشا مش مختفاش الصوت بعرفش اذا في عندكم مشكله بعرفش صوتي طالع انا مين سامعني حد سامعني سامعيني لا لا سامعينك سامعينك اوكي طيب ماشي الدرس تقريبا خلص ماشي ما ضل شيء بس بضل ايش تحلوا عليه ايش تمارين يعني تتدربوا عليه اوكي
طيب ثواني شباب الله خليكم معي. ماشي يا شباب. بارش هذا عنده سؤال يا شباب؟ هذا بده يسأل شيء؟ يا حسن. طيب كلكم تسألوه. يا حسن احكي. لا يا استاذ انا رافع ايدي بالغلط، بس استاذ اقول لك شغله يا استاذ. بدايه الدرس لحد ما ننهي الدرس تقريبا بيكون الاسئله دائما سهله، الا يوم تيجي عند الدرب وحل مسائل ولا زي كانك تعرف تحل شيء. كيف يا رب؟ يعني ها مثلا هاي افرجيك مثال. يعني هاي ناخذ مثلا هاي. ماشي، احنا تعلمنا اليوم انه كل ضلعين قبال بعض زي بعض، معناته الان تساوي 12 صح؟ طيب بتروح الجهه الثانيه زائد 1 تساوي 6، معناته ام قديش بتطلع 5 تيجي هون. هاي شو اليوم تعلمنا انه اذا في عندي اقطار بتكون انصاف. ماشي، يعني هاي من هون لهون هي نفسها ايش بتساوي من هون لهون؟ أو إيش التكملة الجهة الثانية صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. طيب وتعلمنا اليوم إنه إيش كل زاويتين قبال بعض زي بعض، يعني هاي وهاي زي بعض وهاي وهاي مالهن؟ زي بعض. صح. صح. طيب. السؤال أي ستة تي؟ ماشي خلينا نحل لك أنا يعني. ماشي. طيب الستة تي الستة تي بدها تساوي قديش؟ ثلاثة أس. تقدر تحلها؟ أحط ثلاث. طيب ماشي، بتقدر مثلا تعمل تقسيم ثلاث، تقسيم ثلاثة بتروح الأس بتطلع قديش؟ اثنين تي صح؟ عشان راح تعلق. أوكي ممتاز، ما في مشكلة نعلق. خلص مبدئيا من هاي وهاي بروح عايش على الثانية. تمام؟ بتروح حتى شو راح تحكي؟ أربعة تي. هاي زي التعويض يا أستاذ؟ إيش؟ هاي زي التعويض؟ لا مش طويل، لا مش طويل. طيب كمل معي. 4 تي ناقص 20 تساوي قديش؟ 3 تي ناقص 3 تي ناقص 3 تي صح؟ بتروح من هون بيطلع عندي ايش؟ تي ناقص 20 تساوي قديش؟ 0 زائد 20 زائد 20 على الجهتين، بتروح تي قديش بتطلع؟ 20 صح؟ طيب هاي حسبنا تي وخلصنا منها. ماشي حسن، تيجي بتحطها بدل هون 2 ضرب 20 40 تساوي. شكرا. أهلا يلا يا ديما تفضلي. نعم يا رشا خلصت. تفضلي يا ديما. بدك تحل 82 أتحقق من فهمي ولا لا؟ لا خلص كيف. تمام يسلم يعطيك العافية. الله يعافيك. أيها متفضل. أستاذ عمارات والمبررات بالحفظ؟ يعني بدك تكون فاهم مش حافظ، يعني مش هالدرجة الحفظ. تمام. يعني حسب الأستاذ اللي عندك إذا ركز عليهم ولا لا، يعني شوف شو قصته وبناء عليه أنت بتقرر. تمام. أوكي. آية ديما تفضلي. أنا؟ أعرف عيدك مش عارف. لا آسف. أوكي. طيب يا شباب هيك بنكون انهينا الدرس اليوم، وان شاء الله بنشوفكم في لقاء قادم يوم متى احنا الاحد الجاي صح؟ الاحد الجاي طبعا راح يكون توقيت رمضان. استاذ صح نسيت اقول لك جبت 38 من 40 بالامتحان. ما شاء الله عليك والله مبارك. استاذ متى التوقيت راح يكون رمضان؟ توقيت في رمضان والله اعلم انه راح يكون 5-6 5-6 يعني ساعه. حصة راح تكون عبارة عن ساعة من 5 إلى 6. تمام. أوكي. الله يعافيك وأهلا يا رحمة. يعطيك العافية أستاذ. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيكم. يلا هيك نكون خلصنا شباب. بنشوفكم إن شاء الله يوم الأحد. يلا السلام عليكم.